ونحب الوسوي دعانا عاملين ايه معاكم اوصلوا فيديو جديد. اول حاجة عايزكم ان صلى الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة عايز بيلي في فيديو النهاردة انا جاي لي دروب هدية ترى بقى من شركة بابجي ولا من مين بقى ده اللي هنعمله في فيديو النهاردة. والنهاردة بقى يا جدعان يعني بصوا انا مش عايز افاجئكم بس ليكوا شفتوا في اول الفيديو وشفتوا اهي لبس بابي. ففيديو النهارده بقى يا زميلي هخليك انت وكلنا وكل الناس اتفرج على الفيديو ده يكون معاها لبس بابي ونكسر بيها الدنيا. فلوس لايك فا عايزك تبي تنسى مش هتفرج على كسر الدنيا ويو بابي باشا مصر ام سولو نجم اليوتيوب وملك التحديات. بس على ما اظن التحدي اللي انا هبعته لك ده صعب بس لو عملته هبعت لك واحد دروب للبيت في جيفت كده رايقه وهتشوف. انا طالب منك هتجيب 25 كل في جيم واحد منهم 10 اس ام جي و10 اي ار والخمسه الباقيين دول عندك الحريه يا اما تجيبهم بالنيد يا اما بالمسدس. لو عملت التحدي ده ليك مني واحد دروب كده يوصل لك لحد البيت وبص اقول عليك ان انت ملك التحديات خلاص مفيش منك اتنين ومستنيك. يلا يا باشا مش عاجبك نزلنا انت مع ان انا نازل اول واحد يعني مش عارف انت هتتكلم مش بالاولاني هلا وجري عم كويس ان انت لقيت سلاح احنا لقيت ام 20 اصلا انا حرفيا انا بلعب 6 فريم ايه ده عند عيله كان موقع بوت استنى هيتسرق يعني الله ده في عيال هناك اصلا تعالى تعالى معايا تعالى معايا بس انا عايز سلاح مطلق انا كفر ارجع شايف الناس ورا ايه طيب بقى انا عمر الولد ده يا عيني تلاش هدات بس تلاش هدات الولد هو ده مش سالك لنفسه عيل جنبنا وعيل فوق عيل فوق معاكش نيد معايا معايا نيد انا ستور انا سبايك معاك باراشوت بتجيب اللي ورانا ده تعال ويا من ورا الناس تعال يا اسطى تعال انا عايز ظهرك دمه طلقه سيبه بس ورا جابه يا اسطى ايه ما جاش معايا سك حلو يا عم احنا 6 كيل ماشي خلاص في الاول في النص فين سبايدر فين 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 الحق الحق ايه ده بديله بايدي ايوه هو انت كنتش عارف ولا ايه؟ اصلا عندي في المدينه في حد في بوت هناك اهو ترجع للواد ولا اخلع؟ لا يا عم اخلع هيبقى مكمر في اي حته في صوت على السطح خلي بالك تطلعش طلعت على حد جاي جبت اللي على السطح صاحب نط. اللي على السطح نط لا ما نطش معلق على باب دخل خلي بالك منه استنى استنى احاول اعمل الجليتش هو هنا 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 من هنا الناحيه دي كده كده اهو تبوت يا نهار اسود جبته جليتش جبته بالجليتش عندي دي بي اس تحت هو في ايه يا اسطى؟ هو الناس كلها ايه؟ الو اللي تحت الو يا اللي تحت يا عيني يا اللي تحت اه في عيل فوق تعال نوك نفسك يا زميلي اقف جنبي نوك نفسك اعمل نفسك كانك تضرب عليهم تحت شفتوا؟ اه ايه ده كله؟ ايه ده؟ اخلع يا اسطى اخلع 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 يا اسطى اخلع يا اسطى لا دي كان ماشي هتلاقي واحد من السلم واحد من الجنب واحد معاك ندات اللي معايا هات البوت لي هنا اتقل 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 يا عم انت زعلان ليه؟ في بوت اصلا عايزك تجيبه
هات بقى البوت، سيبوا التاني، سيبوا التاني تحت. ود يا باشا اللي انت شايفه ورا تعمله. 16 كيل، عاش يا برو. روحت، استنى استنى باي. رماني عمره تو ولا يعني مش عارف بيلعب على ايه، على بيته تقريبا. البيت ده كان بيته وهو صغير. تعالوا بقى الرعب بقى. لا لا. ايه ده؟ هي ايه ده؟ هي هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ على السطح على طول سنترك عليهم. رعب يا سبايدر، رعب اقسم بالله. اللي دي اهم حاجة خوفهم بس. يا لهوي حكيت ايه يا اسطى؟ زمن اللي الهاك ينزل فاهم انت بسرعة الصاروخ ده انتهى من زمن 90. جاز زمر انا فصلت عندك ولا يا اسطى؟ يعني انا اللي بموت اقسم بالله. فعال جنبي انا هخش عليه اموت. ما شاء الله فان ديزل. I got supplies. اصلا انا بقطع، انا برن، انا اصلا انا جايب جهاز بفلوس اقسم بالله. لا يا باشا انا معايا يا اسطى، معايا مش على العيال دي. الحق يا اسطى هم يصيدين امي. بتقطع وانا بضرب على العيال يا ابني اقسم بالله بتموت. بهيد استنى، وانت لما تموت وقت تصيح. عم اقول لك كان بيضرب عليا، استنى ما اعرفش. بس يلا بينا يا دي البحر يا عم. خلص الفيديو وروح البحر ان شاء الله. انت فين بقى؟ جبت الجثة دي. تعال صاحبه راح له، صاحبه راح له، تعالى لي. ما اعرفش بس صاحبه راح. بيرف ها بيرف عندي دمه زيرو. فنشني يا اسطى. بس فكر رف ورق. روح له يا اسطى، روح له دمه زيرو يا اسطى، هاته. يا اسطى فكر رف عشان ينوكني. عندي رندر. عندي واحد اتنوك قدامي. عندي واحد فنشته. عندي فاضي. هتعامل انا عبد، هتعامل تعال هاري سويد. لا لا تمسك نفسك بالله عليك. ما خلاص يا عم عند ليه بالعرب بالله عليك، عايز اسمع صوت العيال فيه. هو انا معاك انت عمال تجيب كلات ايه يا عم؟ كلات ايه يا لهوي؟ انت نازل فين؟ صد نفس العيال. انا نفس عيال. تعالى بقى يوسف هنا بس اخلص على العيال. بقى يوسف مكبره في حق نفسك يا يوسف، وانت زي البوت يا يوسف. ما تخليش بقى اللي منك بقى بكيس لك ابوت. ما بص ما مش فيلم تري برضه. استور على سبايد. قاعدين راقدين وجبتكم برضه. كم كيل؟ الصندوق ده ده قوه يعني ولا ايه؟ يلا ده في دروب يلا عليهم. ايوه انا بقول لك لا شغل الشغل اصلا، عايز اكسب الجيم ده بالله عليك يا اسطى. لا اله الا الله، ده العيال دي بالكاي. اهم الرندر ده بيضربه من فوق. حد يعني معانا هنا امان؟ ام الطلقه ما بتجيش يا ساتر يا رب. انا ما اعرفش يا اسطى العيال كده خلاص ولا ايه يا اسطى. تعال روح للورا ده من البيوت. الله ده في عيل فوق. تعال
تعال غير بس فنشت. يلا بينا. طلعت على المايه عينه مله تباني. اتقل. اركب 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 بس اتقل بس فرقك. يا ابن اللعيبة اقسم بالله عارف اللي هو هينط. طب ما احنا جبنا تعال اوبن خونا خونا فين بتنط خونا بس ولا. التحالف بان وبرول. خد بوسه بقى حبيب قلبي. لمت مس عليك بس والله العظيم يا ابني انا من كتر البنات انا سموني احمى بيان. يلا بينا. لا بقى اطلعوا على فوق الجبل دي. هاتوا ده ولا جوه في الاوضه. اي لا 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 اديني ظهرك اديني ظهرك ما تخشلوش. اوعى مش هخشله. بيرم مولوتوف. حي اب انا جبته هو جابني. ايه ده تعرف فيني انا جبته هو جابني يعني شيخ شكلها كده فعلا. ده انا لسه معايير ده حرام عليه. بايتو ده فين ده ورا الصخر. نشيني الطلق. مشكلة انا عارف هم مش هيجوا. ده رجابه. اتخذوها من وراه. دي ناس بتضرب ناس بتضرب ناس. هاي دبوا في بعض. تعال خش سرد برد. يا اسطى انا بوظتهول يا اسطى. اهو النوكاية. عاش. الوقت مش مناسب خالص. احلى حاجة السرد بارتي. لف يا اسطى. لف روح بوشينكي مثلا. اروح على البيت الصورة بس اهم حاجة. يطلع على البيت الصورة اصلا. روح على البيت الصورة اصلا. الولد يا نهار اسود على الولد. اخر ثلاثة. يا دي اللوت يا. ما تحدفش حاجة. ما تحدفش حاجة. اخر واحد فين. سألوا اخر واحد فين. استنى. ايوه هنا. بس يلا وقفت على كل على طلع. احنا جامدين وربنا جامدين. وقفت على كل يا اسطى في التحدي. انت ليت كام؟ 24. المفروض اجيب 25. يا دين امي. بس اقول لك حاجه حلوه. انا جبت 13. انا اقول لك على حاجه حلوه. ايه انا قايل له ان انا عملت التحدي وجبت الهديه اصلا من بدري. تعالوا انا اصلا قايل له اللي هو انا عملت التحدي اصلا اول ما كلمني. فجي جي احلى 24 كل. يلا بينا يا جدعان. اتفرج. استنى افتح لك. كام. استنى بس هو مش شغال. بص بقى يا جدعان. بص بقى زميلي اللزقه. بص اللون انت عرفته صح. ايوه انا اللبسه المسك صح. هي مش مسك اصلا. اللبسه دي مش مسك. مش مسك. يلا بينا. بص زميلي اللون. ايوه يا عم عرفته خلاص. على ايوه. هو ليه فوكس مش شغال يا عم. يا عم هي باينه خلاص مش لازم فوكس. تعال افتح بس يا جدعان كده. وانا المشكلة مش يا اسطى انت عايز برضه لبس البابي. كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو تاخد لبس البابي. مش عارف تفتحها ولا ايه. اخيرا ده ملعب القطة. الله ده كوتشي. ده كوتشي يا زميلي. ايه ده كوتشي. ده كوتشي اهو. بص جاي مقاسك. لا اكيد مقاسي. انا قايل له مقاسي على فكرة. قايل له ده كوتشي. بابا 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 بابا. بص انا سبايدر جديد امي. والله افتح افردها يا عم. لا والكيس جميل قوي بتاعها الصراحة. وحب اقول لكم بقى يا جدعان اللي جايب لي الدروب والهديه الحلوه دي يا جدعان جودزيلا ستور اللي هسيب لكم اللينك تحت في الوصف زميلي. عنده بقى لبسه بابي اللون ده وهيجيبه الشتوي كل لبسات بابي. طبعا انا كنت عايز اجيب لبسه بابي من زمان بس هتدي عشان تطلبها اصلا دي تطلبها بالصين وبرقم. ودخلت على الموقع الاصلي هتلاقيها بدولارات ياما قوي. فهم عاملين عرض حلو قوي يا جدعان. الكوتشي والشورت والتيشيرت والكاب. هتاخد الكود بتاعي اللي هسيبه لك تحت في الوصف وتخش على الموقع اللي هسيبه لك تحت في الوصف برده تحط الكود بتاعي وانت بتشتري هتاخد خصم 20%.
25% تقريبا يعني، هيعمل معاك احلى كلام. لو عايز لبس البابا زميلي كل السكنات تقدر تطلبها دلوقتي عندك في الحقيقه. وشكرا ليهم يا جدعان، واحلى 200 عليكم.